Maar het wapperen in de winter is niets wat ik mooier vind. Oh, wat is het leven mooi. Oh, wat is het leven mooi. Zo mooi. وعلى هاد مع هاد التكوكه هادي نقول احنا التكوكه المراكشيه اخوكم مراكشي مرحبا بكم. جينا اليوم مع واحد المناسبه اللهم بارك واحد مولات اللحم نعم سيدي بالبرقوق والويزات نعم سيدي بلا ما نعاود لك والحمد لله فيما مجينا للجمعيه ديال الصدقه تتكبر بينا وتتعاون الناس هنايا وتنقول الجمعيه اللي تتعاون الشباب اول حاجه الشباب بعدا اول حاجه اللي تيكونوا محتاجين اول حاجه ملي تيكون جي لهولندا مثلا تيكون محتاج يتعلم لغه تيكون محتاج تنقولوا مثلا شي حوايج اللي تنقولوا ارشدوا كاين اللي رشدوا مثلا يوريه قوانين اللي كيوريه فهمتيني Nou ja, ik heb ook gegeten. Het heeft gewoon heerlijk gesmaakt. Dus daarom willen wij deze dame in het zonnetje gewoon zetten. Dit is niet de eerste keer dat zij gewoon voor ons kookt of kookte. Dus daarom roep ik Havila. Kom je naar voren. الحمد لله ملي الناس عجبهم الاكل وشديت نقط زوينه والحمد لله هذا هو الهدف ديالنا باننا نسعدوا الناس ونديروا كل ما في جهدنا باش يفرحوا الناس وان شاء الله يكون خير ان شاء الله اللي قدام. Dan contact gewoon met Havila. Havila is een pracht van een vrouw. Dus daarom hebben wij haar gewoon met deze symbolische oorkonde. Een oorkondencertificaat van waardering van wat zij allemaal. اليوم هو واحد الحدث هذا كبير بالمناسبة ديال عيد الفطر كما كتشوف مورانا جميع الديانات وجميع الجنسيات وكنحاولوا ان نعرفوا بالتقاليد المغربيه بالاكل والشرب وايضا حتى الدين ديننا هذاك الحنيف وكوشي كما كتشوف كوشي فرحان كوشي الانسان كيجي هذاك شويه هذاك مريض وما كيجي لهنا هذاك كيحس بالراحه وكيمشي هذاك مسرور للدار ديالو. والناس هنا عندنا هولنديين عندنا الناس مختلفه هذاك الجنسيات وهذا كيعطينا هذاك الطاقه في طاقه باش هذا العمل هذا نزيدوا هذاك نكروه وحنايا كما كتعرف هذاك المؤسسه هذاك عندها دابا هذاك 35 سنه ومن الوقت اللي عندنا انطلاقه هذه هي انطلاقه نتاعنا وماشي نبقاو هذاك نمشيو في هذه الطريقه هذه لحتى حتى المغرب ديالنا نعرفوا به وحنا كاملين الناس اللي كاينين في المهجر تقدر تقول هذاك سفاره ديال كل واحد كيفاش كيعاون المغرب ديالو واحد بالثقافه واحد بالسبورت وواحد بالاكل المهم حنا هذا النار هذاك ملحمه. Allah en de Heere bijzonder in liefdevol avond.
كما العادة مؤسسة الصدقة كترحب بالجميع كل سنة كنعدلوا هذا الاحتفال بعيد الفطر. دائما كنعدلوا هذا الاحتفال وكيكونوا الناس كبارين جميع الأديان كيجيوا الهولنديين التواركا المغاربة المصريين جميع الكولتور كيتجمع هنايا وحنا فرحانين بهذا اللقاء هذا بزاف بزاف. كنشكروا أحمد المصري على هذه المبادرة وعلى الشيف كوك ديالنا اللي دائما كطيب لنا وكنشكروها حفيظة بزاف بزاف ما شاء الله عليها جا اخت الليكر للحم اليوم بزاف بزاف وحتى فتيحة دائما كتعاون معنا كنعدلوا فريبي الاخر الصامي وخزي لك السيد شكرا شكرا. السلام عليكم، احنا معنا مع مؤسسة الصداقة كومونتي اللي المؤسس ديالها أحمد المصري اللي كنعرفوه هذه السنين، وهو ديما الحمد لله فهمتي في أي عيد وفي أي مناسبة دينية ولا الذكرى النبوية ولا كيجمع الناس جميع الثقافات مغاربة وهولنديين أوروبيين جميع الديانات. واليوم احنا هنا باش نعرفوا بالدين ديالنا وباش نعرفوا بهذا العيد بعيد الفطر ديالنا ونعرفوا بالثقافة ديالنا. والحمد لله كان الأكل والشرب وتجمعنا وهدرنا ودردشنا والحمد لله راه كل شيء داز بخير وعلى خير. Thank you.